السلام عليكم متابعينا الكرام متابعتنا الكريمات، مرحبا بكم مجددا في قناتكم عميزات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أتم الصحة والعافية متابعينا الأفاضل. عدنا إليكم مجددا بعرض بالمواطنية المنتظرة لهذا الأسبوع. هذا العرض هذا غتكون إن شاء الله يوم الجمعة 19 فبراير 2021، يعني ماشي الجمعة ديال غدا، الجمعة اللي بعدها. بالنسبة للعرض ديال غدا راه غتلقاوهم في القناة أو في صندوق الوصف. بالنسبة لهذا العرض هذا غيتكون إن شاء الله وطنية، يعني غتكون في جميع المحلات ديال بيم في المغرب، يعني ما تحتاجوش انكم تسولوا اش من مدينة او اش من جهة غتكون في هذا العروض. فهذا العروض اي محل ديال بيم غيكون حداكم فغتكون فيه ان شاء الله. قبل ما نبداو التقديم ديال هذا العروض كنبغي نشكر جميع المتابعين اللي ديما كيشجعونا في التعليقات وكيشكرونا وكيشاركونا التجارب ديالهم مع المنتوجات المعروضة، فهذا الشيء راه كيشجعنا بزاف وكيعاوننا. واللي اول مره يزورنا في القناه يشترك ويفعل زر الجرس باش ما يفوتو حتى عرض ان شاء الله، وحتى اللي ديما كيتابعنا ومازال ما اشترك يشترك باش ما يفوتو حتى عرض. ونبداو على بركه الله. بسم الله. كاين اول منتوج معنا هذا السرير، سرير السفير لشخصين، هذا من ماركه ديال ريشبون. بالنسبه للارتفاع ديالو هذا راه 25 سنتيم. هذه المطله هذه فيها في الحجم 190 على 140 سنتيم، هذه راه ديال جوج اشخاص، يعني مطلع عائلية. بالنسبة هذه راه من القماش، يعني الغلاف ديالها قماشي، وكتجي معاه واحد الغطاء كما كتشوفوا معنا في الصورة، كيجي معاه الغطاء اللي ممكن تستعملوه في فصل الشتاء للتدفئة. بالنسبة للكولور اللي كتجي به هذا المطلع راه الكري، كاين غير هذا الكولور هذا. بالنسبة للثمن ديال هاد المطلة هادي راه 1300 درهم، يعني 26000 ريال، وراه من ريش بوند كما قلنا، راه معروفة في هاد المجال هذا. كاين أيضا معنا واحد الغطاء ولحاف ديال السرير كما كتشوفوا معنا، هذا راه مكون من 3 ديال البياس، عفوا هذا راه مكون من 4 ديال البياسات. كاين الغطاء أو الكوفرلي، كاين داك اللحاف اللي كيتغلف به كتغلف به المطلة، وكاين جوج مخد. هذا راه كيجي بجوج اشكال وبجوج لوينات كما كتشوفوا معنا في الصورة. كاين هذا اللي كيبان بصورة كبيرة، وكاين هذا اللي في الدائرة الصغيرة. بالنسبة لهادو راه 100% من القطن، وفيهم في الديمونسيون بالنسبة للكوفرلي 240 على 260 سنتيم. بالنسبة للوسائد فيهم 50 على 70، وداك اللحاف فيه 200 على 220. بالنسبة للثمن ديال هاد المجموعة هادي راه 230 درهم، يعني 4600 ريال. كاين أيضا معنا واحد الغطاء ولحاف السرير لشخص واحد، هذا ديال الغرفة ديال الأبناء. بالنسبة لهاد راه 3 ديال البياسات، كاين اللحاف اللي كيغطي المطلة والكوفرلي والغطاء ديال المخدة، هادو راه 100% من القطن، والديمونسيون ديال الكوفرلي فيه 160 على 140. بالنسبة للحاف فيه 160 على 200 سنتيم، وبالنسبة للوسادة راه فيها 50 على 70. بالنسبة للثمن ديال هاد البرودوي راه 180 درهم، أو هاد المجموعة هادي، يعني 3600 ريال كما كتشوفوا معنا، وكتجيب هاد جوج شكيلات. كاين أيضا معنا واحد اللحاف أبيض لشخصين لجميع الفصول الشتاء او الصيف، يعني هذا راه فيه طبقه كتجي من واحد الجهه ديال المطلة ديال مثلا الصيف، وطبقه كتجي لتحت يعني تقلبوا المطلة هكا، فهمت من الصوره. المهم هو راه كيصلح للصيف والشتاء. بالنسبه للديمونسيون ديالو فيه 195 على 210 سنتيم، من اومني سوفت. وبالنسبه للثمن ديالو راه داير 4600 ريال، يعني 230 درهم. كاين ايضا واحد اللحاف ديال شخص واحد بنفس يعني بنفس المبدا، صيف ومشتا بنفس الطريقه ديال الخدمه، غير هذا فيه 155 سنتيم على 2 متر و15. وبالنسبه للثمن ديال هذا راه 3600 ريال، 180 درهم، وكما قلنا راه كيصلح الصيف والمشتى. كاين واحد جوج خديات كما كتشوف معنا، جوج وسائد من المايكرو فايبر،
بالنسبة للديمونسيون ديالها من 70 إلى 45، وكل خدية فيها 500 غرام، والثمن ديالها بجوج راه 1000 ريال، 50 درهم. كاين أيضا معنا واحد المنظف بالبخار من الشركة ديال كيوي التركية، كما كتشوف معنا في الصورة كيجي بهذا الشكل هذا، وراح معاه 9 ديال لي زكسسوار. هذا بالنسبة للاستخدامات ديالو راه متعددة بزاف، يعني أي سطح باغي تنطفوه راه كينطفو ليكم. معاه لي زكسسوار فيهم الفراشي، معاه لي زكسسوار الرقاق اللي ممكن تدخلوهم في، يعني تدخلو الأماكن الضيقة كما كتشوفو معنا في هاد الصور هادو، راه ممكن تنطفو بهم أي حاجة، يعني الأواني، الأسطح، الروبينيات، ما بين الزليج، يعني أي بلاصة متسخة راه كينطف هاد البرودوي هذا أو هاد الجهاز هذا. يعني هذا راه معقم ومنظف. بالنسبة لهذا راه هاد القرعة هادي راه كتهز 350 ملي، وبالنسبة للقوة ديالو راه 1100 واط، يعني الاستهلاك ديالو متوسط. هذا كنظن أول مرة يتجي في بيب. بالنسبة لي سبق لهم جربوا بحال هاد النوع ديال المنتوجات يشاركونا التجربة ديالهم مع هاد المنتوجات هادو، وكنظن أنه مفيد بزاف، والفكرة ديالو مبدئيا راه زوينة. كما كتشوفوا هادو الاكسسوار اللي معاه، كما كتشوفوا على فيه اللي عندهم تيو فليكسيبل طوال وفيه القصار. بالنسبة للثمن ديالو هذا راه 5000 ريال، 250 درهم، وكما قلنا من الشركة ديال كيوي. كاين ايضا معنا واحد طابي ديال الكولوار، هذا كان سبق له داز معنا. بالنسبة لهذا راه جاي طويل، بالنسبة للديمونسيون ديالو فيه 3 متر على 80 سنتيم. كيجي بجوج تصميمات كما كتشوفوا معنا، هذا اللي باين في الكولوار وهذا الصغير هذا، هما راه نفس الحجم او ديزاين او كولور مختلف. بالنسبة للثمن ديال هادو ديال الطابي الواحد راه 4600 ريال، 230 درهم. هذا راه كان داز قبل في بيب، نتمنى من السيدات اللي جربوا هاد الطابي هذا يشاركونا التجربة ديالهم معاه، باش اللي باغي ياخدو من السيدات يستافدو وياخدو فكرة. وكما قلنا بالنسبة للثمن راه 4600 ريال. كاين ايضا واحد الساعة منبية متعددة الوظائف كما كتشوفوا معنا من دايناميك، كتجي بجوج الوان الابيض والكري. هادي راه فيها الكالندريي، فيها الحرارة، فيها الالارم، هادي كتشبه في داك اللي دوزنا قبل الاسبوع الماضي كنظن. بالنسبة لهادي راه كتخدم بالحجاري، جوج حجرات. بالنسبة للديمونسيون ديالها راه 13 على 4 على 8 سنتيم، وراه دايرة 1000 ريال كما كتشوفوا معنا، وراه فيها حتى حالة الطقس والرطوبة. كاين ايضا معنا هاد الشبشب او هاد البونتوفل هذا ديال الكباب تاي ستوندار، الخارج ديالو من القطن، وراه يجي بهاد 3 دلوينات هادو، والثمن ديالو 400 ريال. كاين ايضا معنا واحد الفواط ديال اليدين اللي الحجم ديالو متوسط. بالنسبة للطايرة فيهم 30 على 50 سنتيم، وهادو راه كاملين مصنوعين من القطن، وكيجيو بهاد الكولورات هادو بهاد الالوان هادو كما كتشوفو معنا. او بالنسبة للثمن ديالهم راه 500 ريال الفوطة الواحدة. كاين ايضا معنا هاد الفوط هادو اللي كبار شوية على اللي دوزنا قبل، حتى هادو ديال اليدين كما كتشوفو كيجيو بهاد الويلات هادو، هادو راه فيهم 50 على 90 سنتيم، حتى هما كما قلنا راه من 100% من القطن، وهادو الثمن ديالهم 800 ريال، يعني الفوطة الوحيدة. كاين أيضا فوط ديال الحمام من نفس الشركة، هادو راه فيهم 70 على 140، يعني 70 سنتيم على 140، وحتى هما 100% من القطن، كيجيو بنفس الألوان. وبالنسبة للثمن ديالهم هادو راه 60 درهم، يعني 12%. هادو كانوا آخر منتوجات معنا في هاد العرض متابعينا الكرام، نتمنى يكونوا عجبكم هاد العروض ونكونوا شرحناهم بطريقة مبسطة ومفهومة. بالنسبة لهاد العرض هذا غيكون ان شاء الله الجمعة القادمة 19 فبراير 2021، وغيكون في جميع المحلات ديال بيم،
يعني هذا العرض راه وطني، هيكون في جميع المحلات. نتمنى من السيدات اللي سبق لهم جربوا اي منتج من هذه المنتوجات يشاركونا التجارب ديالهم باش نستافدوا ويستافدوا الجميع. وإلى عجبكم الفيديو عجبكم الشرح ديالنا ديروا لنا اعجاب بالفيديو واشتركوا في القناة باش ما يفوتكم حتى عرض قادم ان شاء الله. دمتم بخير متابعينا الافاضل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.